هذا الآن في القطيف، إذا أمكن أن تضعين وتضعي المشاهدين بأجواء هذه المنطقة في ظل هذا الاجتياح، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله، نحن لسنا بخير. ليش منتم بخير؟ يعني لما يجري يا سيدة أم محمد، لما يجري في منطقة القطيف حيث توجدين، وأيضا في منطقة أو بلدة العوامية هناك حصار وهناك اجتياح. لا نعم، انت احنا بخير والحمد لله في ظل آل سعود، مبسوطين ومرتاحين. أنا شيعية بس احنا بخير. اللي كذب عليك هذا اللي يجيب لك الأخبار كذاب. احنا في القطيف مبسوطين ومرتاحين. نعم. وهذول الإرهابيين الشيعة بعضهم كلاب. نعم سيدة أم محمد، يعني أنت تشاهدين الآن مباشرة، أليس كذلك سيدة أم محمد؟ سيدة أم محمد ألا تسمعينني؟ بإذن الله تجيت قنبلة طيرت من فوق لتحت. نعم نعم، فقط يعني إذا أمكن أن تسمعين من سماعة الهاتف وإخفاض صوت التلفاز ليكون الصوت واضح بشكل، يعني يكون الصوت واضح أكثر. لا أنا أسمعك. نعم سيدة، عند التلفزيون على هالكذب اللي على غير فاضي. أنت كذابة. نعم سيدة أم محمد، إحنا سيدة أم محمد، هل أنت سيدة أم محمد؟ سيدة أم محمد، الحكومة ما قصرت. الحكومة تبغى تسوي تمدن أهل القطيف وتسوي لهم حدائق وتسوي لهم مجمعات، بس الظاهر بعضهم ما هو بكفو مثلك. نعم. وشروات أم محمد، أم محمد هل أنت متأكدة أنك من القطيف؟ لأنه يعني لهجتك ليست قطيفية. سيدة أم محمد، هل أنت متأكدة أنك من القطيف؟ أنا من القطيف ومن عائلة لا، يعني لهجتك قريبة إلى اللهجة النجدية بشكل كبير يا سيدة أم محمد، هل أنت متأكدة أنك من القطيف؟ أنا من الدمام. بس أنت كذابة واللي معك كذاب واللي تقابلينهم كذابين. يعني بعيدا عن الألفاظ النابية يا سيدة أم محمد، يعني يبدو أنك لا تتابعين ولا تشاهدين مقارب المشاهد. شكرا جزيلا لك سيدة أم محمد على هذه.